النهاردة هعرفك ازاي تنشئ مزرعة من الألف للياء، مزرعة ناجحة بتربح بإذن الله. ولكن علشان تستفاد وما تفوتكش أي معلومة، حاول تكمل الفيديو لآخره وحاول ما تقدمش منه ولا ثانية علشان تقدر تستفاد من كل نقطة أنا بقولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال. فيديو النهاردة زي ما شرحت لحضراتكم في المقدمة طريقة إنشاء مزرعة ناجحة من الألف للياء. مبدئيا كده وقبل اي حاجة، هو اول حاجة طبعا ورقم واحد في موضوعنا هو المكان اللي هتربي فيه. لازم المكان ده يكون له شروط معينة. اولهم المكان يكون متقفل بشكل كويس، تاني حاجة يكون بعيد عن الحشرات، ويكون المكان نظيف بشكل كويس، ويكون مش معرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، يعني يكون المكان متسطح او مقفول بشكل كويس، ويكون جيد التهوية، هتكون فيه تهوية بشكل كويس. دي اول حاجة في المكان. تاني حاجة هيكون في شفاطات، يعني حاجة تاخد الهواء من جوه وتطرده لبره. تالت حاجة بالنسبة للتهوية هيكون في وحدة تبريد، هيكون في وحدة تبريد ايا كان بقى بالطريقة اللي تناسب حضرتك وحسب الجو اللي انت متواجد فيه، سواء كان تحط مبردات او لو احنا في الصيف او احنا في الشتاء فانت طبعا مش محتاج وحدة تبريد. انا بالكلام ده بتكلمه بالنسبة للصيف، ولكن في الشتاء انت مش محتاج اي وحدات تبريد، انت محتاج الشفاطات فقط لا غير. ولكن انت طبعا هتربي صيف وشتاء، يبقى هتعوز لوحدة تبريد. بالنسبة للصيف هتعوز وحدة تبريد، وفي الشتاء طبعا زي ما قلت لحضراتكم مفيش وحدة تبريد ولا حاجة. دي اول حاجة المكان، احنا كده جهزنا المكان، والمكان مفهوش، المكان مش معرض لأشعة الشمس ومقفول بشكل كويس، كمان ما تنزلش فيه امطار. بالنسبة لو المكان متقفل، يعني يكون متقفل اللي بقى ما تنزلش، بالنسبة للشتاء ما تنزلش فيه امطار ولا برودة مباشرة والكلام ده كله. طيب ده اول حاجة المكان، يعني يبقى بعيد عن الحشرات زي ما قلت لحضراتكم، يكون جيد التهوية بشكل كويس، ما يكونش معرض لأشعة الشمس، يكون متقفل تمام ومتوفيه نسبة تهوية تمام التمام، عشان نقدر نحتفظ كمان بدرجات الحرارة اللي احنا عايزينها، لان الكتاكيت من عمر يوم لحد نهاية الدورة بيعوزوا درجة حرارة معينة، وده هكلمكم كله فيه ان شاء الله. فاحنا لازم نحضر مكان بالبلدي كده، مكان يكون مجهز، ما يتعبناش عشان نكمل درجة حرارة، نوصل لدرجة حرارة معينة ما يتعبناش وياخد مننا مجهود او ياخد مننا تكلفة اعلى. عشان نوصل لدرجة برودة معينة او رطوبة معينة برضو المكان ما يتعبناش، يبقى المكان يكون جاهز. انا بتكلم في المزارع الكبيرة، المكان يكون جاهز ومظبوط بشكل كويس. عايز حرارة كذا هعرف اجهزها في المكان، ما يكونش التهوية مبالغ فيها، فبالتالي مش هعرف اوفر لهم الحرارة اللازمة. عايز درجة سخون، عايز درجة رطوبة، او عايز تهوية، يكون المكان جاهز بشكل كويس، ما تبقاش ما عنديش وحدات تبريد، ما عنديش الكلام ده كله، علشان ما ياخدش معايا مجهود، لان الفراخ مش هتستنى عليا الوقت ده كله ان انا اوفر لهم الحرارة او اوفر لهم البرودة. ممكن الفراخ لو خدت مني برد او خدت مني كتمة لا قدر الله، فده بيأذيني جامد. يبقى المكان اول حاجة وهو رقم واحد ده طبعا، ودي يمكن من اهم عوامل التربية او اهم نجاح تربية دورة الفراخ، وهو انشاء المكان بشكل كويس. احنا كده جهزنا المكان تمام التمام، درجة حرارة المكان اللي هو زي ما قلت لحضراتكم بعيد عن الامطار، بعيد عن الشمس المباشرة، في تهوية كويسة، في شفاطات، هنتكلم عليكم في الشتاء، ما فيش مثلا تبريد في الشتاء، في شفاطات، في التدفئة بشكل مناسب. طيب ده اول حاجة. نخش في رقم اتنين وده اهمهم طبعا، وهي الفرشة. لازم نجهز فرشة قبل طبعا استقبالها، نكون عاملين موضوع في المكان ده، نكون مجهزين مكان لاستقبال الكتاكيت التحضين، لان لو عامل مزرعة 2000 3 4 5 فمش هينفع طبعا ان انا ايه اجيب الكتاكيت اسيبها في قلب المزرعة، لان الكتاكيت لسه صغيرة، فبعمل لها مكان وليكن بدريل او بمشمع او اي حاجة، بربع مكان بخليه ده مجهز لاستقبال الكتاكيت عندي. المكان ده بيبقى متقفل بشكل كويس، بقدر اوفر لهم درجة الحرارة المناسبة، لان الكتاكيت اول ما بتيجي بنستقبلها على درجة حرارة 34، فمش اقدر انا بدل مزرعة مثلا 5000 او 4000 او 2000 هسيب كتاكيت في مكان زي كده واوفر درجة الحرارة كده، لا مش هينفع طبعا. فانا بكون محضر مكان وليكن 10-15 متر مثلا مربع، على حسب النسبة اللي هتجيلي او نسبة المزرعة اللي هتاخدها من كتاكيت، وبوفر لهم المكان المناسب طبعا لحضانة الكتاكيت. طيب اول حاجة استقبال الكتاكيت، بنستقبل الكتاكيت ازاي؟ استقبال الكتاكيت ده طبعا انا شرحه في فيديو طريقة استقبال الكتاكيت، لو حضرتك حابب تعرف عنه اكتر هترجع للفيديوهات اللي عندي وهتلاقيها عند حضرتك وتقدر تستفاد منه بشكل كويس.
بنستقبل الكتاكيت في درجة حرارة 34، كل 3 أيام بننزل درجة لحد ما توصل معانا ل 29 درجة مئوية. استقبال الكتاكيت طبعا بنستقبلها في علافات، بنجيب لهم العلافات قبل ما يجوا بساعة، والمية بتبقى موجودة قبل ما يجوا بساعة أو ساعتين علشان درجة حرارة المية تبقى نفس درجة حرارة المكان اللي على 34. استقبال الكتاكيت ده طبعا بنستقبلهم بمحلول جفاف، بنحط في المية محلول جفاف أو مية بسكر حسب اللي يناسب حضرتك الاتنين، أو عسل أسود، والتلاتة دول يعني هم زيهم زي بعض مفيش منهم أي مشكلة. دي أول حاجة لاستقبال الكتاكيت. طيب هنخش في تاني حاجة. انا طبعا الحاجات دي مش هينفع اشرح طريقه استقبال الكتاكيت، انا النهارده بتكلم في طريقه انشاء مزرعه ناجحه، ولكن لو حابب تعرف بالتفصيل عن الكتاكيت عن الفراخ عن الكلام ده كله في الفيديوهات قدام حضرتك، ارجع هتلاقي الفيديو اللي يناسب حضرتك اتفرج عليه براحتك. نيجي قلنا الكتاكيت كده، خلاص احنا استقبلنا الكتاكيت تمام التمام، كل 3 ايام بننزل الحراره درجه. دي بالنسبه لاستقبال الكتاكيت كده على السريع. في العلف كمان بنجيب العلف المناسب، العلف من شركة نظيفة معتمدة وما نسترخص في العلف. بنستقبل طبعا الكتاكيت أول حاجة بنستقبلها على درجة حرارة زي ما قلت لحضراتكم 24، وبنستقبلهم بعلف لو الكتاكيت 34 معلش، وبنستقبلهم في درجة حرارة بعلف بادي، علف بادي 23%. ولو الكتاكيت حالتها ضعيفه وانت مش مجبر على كده، لو الكتاكيت حالتها تعبانه تستقبلهم اول 3 ايام بعلف 24%، ولكن طبعا انت مش مجبر عليه انك تجيب كتاكيت تعبانه او كتاكيت فيها مشكله. يبقى عشان تنجح المزرعه عملنا المكان كويس، استقبلنا الكتاكيت بشكل كويس، كمان نجيب كتاكيت معتمده وبشكل كويس ونضيف، ونجيب علف بشكل كويس، يعني نجيب علف مضمون من شركه مضمون 100%. طيب احنا كده استقبلنا الكتاكيت وعرفنا نجيب ايه والكلام ده كله، والادويه طبعا والتحصينات ده كله فيديوهات موجوده قدام حضراتكم. طيب الجزء الثالث في تغيير العلف، لما نيجي نغير العلف يا ريت ما نغيرش العلف فجاه من 23% ل 21% على طول، لا ممكن نخلط في اليوم ده، نخلط العلف مثلا جزء من العلف يكفيهم قيمه يوم، جزء نص العلف ال 23% على نص العلف ال 21%، ونخليهم ياكلوا منه كده يوم على مدار يوم كامل هياكلوا علف 21%، وهنبتدي نحط مضادات سموم. كده خلاص هنبتدي وهنستقبل الدوره تمام التمام بشكل كويس، مفيش منها اي مشكله ولا حاجه، وهنمشي على الادويه اللازمه. وادي هي قصه المزرعه كلها، ما فيهاش اي صعوبه ولا اي حاجه طبعا، ولكن في اساسيات مهمه علشان تكون عندك مزرعه ناجحه. هنركز على الحاجات اللي انا اتكلمت فيها. يكون عندك فرشه بشكل كويس، تفرش الفرشة بشكل كويس. الفرشة دي طبعا بتبقى يا اما من نشارة يا اما من تبن، انا بفضل التبن، وزي ما هو هوضح قدام حضراتكم انا بفضل تبن القمح طبعا اللي هو النعم، ده مهم جدا ونضيف، انا بفضله صراحة عن النشارة وعن اي حاجة. وبنخلي الفرشة من 5 سم ل 7 سم تحت الكتكوت او تحت الفرخ. بنهتم طبعا بنضافة، لو حسينا ان الفرشة ابتدت تلين او ابتدت تبوظ بنبتدي نزود الفرشة سنة، لانك مش هتقدر تغيرها، لو تقدر تغيرها يكون احسن، مش هتقدر يبقى هتزود الفرشة كمان بطبقة كمان تبن خفيفة اللي بقى هتغطي نسبة الرطوبة العالية في الفرشة. وهتيجي في ال 15 بعد 17 يوم يكون الكتكوت استهلك بمعدل 800 جرام علف بادي. هتخلط زي ما قلت لحضراتكم الكمية، ولكن هم يستهلكوا النهاردة مثلا شكارة علف كاملة، يبقى تخلي 25 كيلو علف بادي على 25 كيلو علف نامي اللي هو 21%، تخلطهم في بعض كويس بشكل كويس، وهتبتدي تحطهم للكتاكيت علشان ياخدوا علف 21%، ما تجيلهمش صدمة اللي هم ياخدوا من 23% ل 21% مرة واحدة. وفي نفس توقيت تغيير العلف هنبتدي ننزل الفراخ طبعا مضاد سموم، والكلام ده انا شارحه برضه في فيديوهات كتيرة، هنبتدي ننزل مضاد سموم وغسيل كلوي. وبعد كده بنمشي على دورتنا تمام، وفي خلطات انا شارحها كتير في الفيديوهات اللي فاتت، لو حابب تعرف اكتر وتتعمق اكتر ارجع للفيديوهات القديمه وحضرتك هتستفاد ان شاء الله اكتر واكتر. وبتكمل الدوره، بتكمل معانا من 35 ل 40 يوم، وبتطلع الدوره معاك مفيش منها اي مشكله، والموضوع سهل جدا، ولكن انا حبيت اتكلم في اساسيات المزرعه. وزي ما قلت لحضراتكم هي فرشه كويسه، درجه حراره مظبوطه، المكان يكون كويس، وهي دي كل الحكايه، ما فيهاش اي صعوبه. ولكن انا بقول لحضرتك لو لسه مبتدئ جرب في حاجات صغيره الاول علشان تقدر تتعلم، ولو في اخطاء تقدر تستفاد من اخطائك، ما تبتديش كبير، ابتدي صغير، جرب تعلم مره واثنين وثلاثة، وبعد كده لما تعتمد على نفسك وتمام التمام ابتدي بقى كبر براحتك وكبر مشروعك بتاعك براحتك. وده طبعا كان فيديو النهارده، يا ريت لو عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك والدعم في القناه،
ولو حد عنده اي تعليق او استفسار اكتبوه في كومنت وانا ان شاء الله ارد على حضراتكم. بشكر كل اخواننا اللي كملوا معايا الفيديو لاخره. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.